يسجل تاريخ أن 1% من سكان غزة قد أبيدوا إلى غير رجعة، وأن أكثر من 70,000 مصاب ومصابة من الشعب الفلسطيني الأعزل من المدنيين قتلوا بدم بارد من طرف الكيان الصهيوني الغاشم. هذه الفعالية التي تقدم أن النقابة الوطنية الصحافة المغربية ليست أولى، فقد سبق وقمنا بعدة فعاليات في عدة مدن خاصة بالعاصمة الرباط، وقمنا بزيارة تضامنية وإعلان تضامن لسفارة فلسطين وعلى رأسها السفير المحترم جمال الشوبكي الذي يحضر معنا اليوم. ننظم هذا اللقاء التضامني مع الشعب الفلسطيني عموما وشعب غزة بالخصوص، وبالأخص الصحفيين والصحفيات الذين تم اغتيالهم بدماء باردة في أكبر جريمة ضد الجسم الصحفي. تحركات النقابة الوطنية للصحافة المغربية تندرج في إطار التحركات التي سنها الاتحاد الدولي للصحفيين الذي نحن جزء منه، والتي نحاول من خلالها أن نوقد هذا العالم من هذا السبات العجيب أمام هذه المجازر التي تكاد تنهي شعبا بكامله، وتكاد تقدم جريمة لم يعهدها العالم في حق الصحافة والصحفيين. نعتقد بأنه حان الوقت اليوم أن نتحرك الجسم الصحفي على الأقل من أجل أن يوجه كلمة لهذا العالم النائم لمحاولة التقاط أنفاس هذا الجبن الذي يعتري هذا العالم، من أجل أن يقول لا لما تبقى من شعب غزة. نقول بأنه حان الوقت لكي يتحرك الصحفيون إذا لم يتحرك هذا الشارع، من أجل أن نضغط بكل قوى من أجل الإبقاء على ما تبقى من الفلسطينيين في قطاع غزة. ونعتقد على أن هذه الجريمة التي ارتكبت في حق الصحفيين، وأنتم تعلمون الرقم قد تجاوز 120، يعتبر جريمة استثنائية، بل نعتبرها تطهيرا عرقيا للجسم الصحفي، يحتاج من كل هيئة دولية أن تعيد حساباتها فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لحماية الصحفيين والصحفيات في أماكن النزاع. اليوم ندعو الجسم الصحفي المغربي بأن يتحول، كما عهدنا دائما مع الشعب المغربي، أن يتحول إلى شعلة للرفع بمنسوب هذا الاحتجاج لإيقاد هذا العالم. طبيعة الحال الإعلام المغربي هو جزء من إعلام العالم الذي يحاول أن ينضم إلى جانب كل الأصوات التي تندد بما يقع في غزة، لكن تعلمون على أن هذه الجرائم نحس بأن العالم بدأ يتناسى، ولكن نعتقد بأنه حان الوقت بأن نعيد إيقاد هذا الرأي العام الدولي من أجل مواجهة هذه الجرائم. اليوم كلمة حق يقولها الصحفيون الذين أتوا ليجتمعوا هنا في المغرب بعد هذا الانتهاك الخطير لحرية الصحافة، بعد هذه المجزرة، بعد حرب الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي الذي تعرض له أهلنا في غزة في جريمة توصف بأنها جريمة القرن. يعمل الصحفيون هناك ضمن معاناة لا مثيل لها، فهم في كل لحظة يمكن أن يكونوا هم القصة وهم الذين سترتقي أرواحهم في سبيل الحقيقة. والصحفيون في غزة على الرغم من كل الانتهاكات التي ارتكبت بحقهم من قبل الاحتلال الصهيوني، إلا أنهم تابعوا واجبهم الصحفي لينقلوا الحقيقة التي تغيب عن العالم أجمع، أنها حقيقة شعب يدافع عن أرضه، يدافع عن قضيته. القضية هي القضية الفلسطينية، وغزة هي جوهر هذه القضية. نتهز هذه الفرصة حقيقة لنوجه الشكر الجزيل للنقابة الوطنية المغربية للصحافة على ما قامت به من صوت منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر على الشعب الفلسطيني في هذه النقابة. هذه النقابة من النقابات الأولى التي زارتنا في السفارة وأعبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني وعن رفضهم لهذا العدوان الهمجي الذي مارسه الشعب الفلسطيني. وبعد ذلك جاءت النقابة و قاموا باعتصام أمام السفارة الفلسطينية، وكانوا مسؤولين عن كل الكلام